يقول السائل: رجل سائل من خارج هذه البلاد، يقول: رجل يعمل طباخا في إحدى بلاد الكفر، وهو يطبخ لحم الخنزير وغير ذلك من الحيوانات، هل يجوز لهذا المسلم أن يبقى في هذا العمل؟ لا، ما يجوز أن يبقى في هذا العمل، يطبخ الخنازير، هذا يعين أهل الباطل على باطلهم، يخدمهم. نعم.